بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك بدر باسم لما قص على الشيخ ما رآه من الملكة تلاب، عندئذ رفع الشيخ رأسه وكأنه يكلم نفسه، قال له: يا بني، إن الملكة وإن كانت تهواك إلا أنها تريد أذاك، وقد أعدت لك وسائل الهلاك، ولم تغرب شمس ذلك النهار حتى رجع إلى الشيخ العطار وعلى وجهه آثار انفعال وفي عينيه بريق النصال. عمي بدر باسم، خلاص يا عمي. خلاص ايه؟ ربنا نجانا من شرها واتقلب عليها سحرها. انت عملتها وجات على ايدي يا عمي. حبيبي يا ابني دلوقتي اقعد. عمي احكيلي، قولي. ربنا نصرنا عليها وخلصنا من ايديها. يا ابني احكيلي، قولي عملت ايه؟ اللي قلت عليه. وهي عملت ايه؟ برضو اللي قلت عليه. ازاي؟ انا بعد ما رجعت من عندك واخدت رقاقه منك، وانا في نيتي اني اخدعها واكل من رقاقتك وافهمها اني باكل من رقاقتها واخليها تاكل منها. ده اللي اتفقنا عليه. هي بقى قالت لك ايه؟ هي اول ما شافتني داخل عليها سابت كل اللي في ايديها وقامت بنفسها وفضلت تاكلني وتقول لي: بدر باسم، انت ما اكلتش. الحمد لله شبعت. انت ما اكلتش حاجه. خد دي. دي؟ ايوه دي رقاقه انا عاملاها لك بايديا، كلها بالهنا والشفا. الله، انت تعرف ان انا بحب الرقاقه قوي، وخصوصا لما يكون من صنع ايديكي. يا سلام عليك، كل يا حبيبي. كل دي نصيبي؟ كلها بالهنا والعافيه. ده انت اللي هتجيبيلي العافيه. اتفضلي يا حبيبتي. خد دي. استني عليا. ادي كمان. اصلا انا شبعان عشان خاطري. انا ما اقدرش اكلها كلها، انا خلاص اكلت اللي فيه القسمه. ان شاء الله لقمه، المهم انك اكلتها. انت بتعملي كده ليه؟ بدر باسم، انت في قبضتي، يعني بقيت تحت رحمتي. انت بتعمل كده ليه فيا؟ تعرف تتجسس عليا؟ اخرج من صورتك الإنسية إلى صورتك الحيوانية. روح حمار، روح حمار، روح حمار. مستغربة ليه؟ ازاي ما أثرش فيك؟ اللي هو ايه؟ ما انتش عارف ايه؟ هو ضروري يعني أكون حمار؟ ده كان هزار. ما أنا عارف إنه كان هزار. هو أنا حمار؟ تعرفي إن الرواق بتاعك ده لذيذ قوي؟ ده مفيش زيه. لكن أنتي ما أكلتيش منه. ما هو أنت مخبيه في عبة علشان تاكله لوحدك. يا خبر، وانا برضو يجيني قلب اكله لوحدي. خد يا حبيبتي. هات يا حبيبي. كل يا حبيبتي. الله، حلو. دي حلاوة الدنيا فيه.
هو انت انا اللي اكلتك منها وعامل عطار هو اللي صانعها. انت تعمل كده فيا عشان انت خاينه ما انتش وفيه. حرام عليك حرام عليك حرام عليك. انا هخلص البلد منك، هنقذ البلد من شرك. الشبان اللي سحرتيها والرقاقه اللي عملتيها، اخرجي من صورتك الانسيه لصورتك الحيوانيه. انا في عرضك ابوس رجلك. انت فرسه، فرسه بريه. بدر فرسه بريه، فرسه بريه. ربنا هدك وهد سحرك، هو اللي نصرني عليكي وخلصني من ايديكي. انا كنت مخبي الرقاقه بتاعتك في عبي، وهي فهمت اني باكل من رقاقتها، ولما قدمت لها منها اكلتها وافتكرت انها بتاكل من بتاعتها. ده جزاءها على سوء نيتها، ربنا ادالها على قد اعمالها. امال فين اللي جام؟ ما انا جاي لك في الكلام. انا بعد ما سحرتها طبعا ما لجمتهاش، كل لما اجي لجمها ما ترضاش. طبعا ما ترضاش. الا ليه؟ لان مفيش غير لجام واحد هو اللي تتلجم بيه. واللجام ده فين الاقيه؟ تلاقيه عند دنكار العطار. العطار انت يا عمي؟ ايوه يا ابني اللجام ده عندي، لكن انت ما تاخدوش الا لما تعاهدني. عهدك على ايه؟ انك ما تفرطش فيه. اللجام؟ ايوه اللجام. يا سلام، وانا فرط فيه ليه؟ خلاص عاهدني. عهدك عهد الله اني ما افرط في اللجام. اني ما افرط في اللجام ولا سيبه من ايديا. ولا سيبه من ايديا. واذا سيبته من ايديا استاهل اللي يجرى عليا. استاهل اللي يجرى عليا. خلاص اقعد. اتفضل يا بدر باسم، ادي اللجام. يا سلام، يعني مش شايفه زايد؟ ازاي يا بدر باسم، ده فيه كل السحر والطلاسم، اذا سبته من ايدك معرفش ايه اللي يصيبك. وانا هعمل ايه دلوقتي في الفرسه دي؟ تركبها. طب مركب غيرها. دي الملكه لاب، ايش جاب لجاب؟ دي لما تقول اسم مكان قدامها تروح لوحدها، لو كان على مسافة سنة تروحوا هي في شهر، ولو كان على مسافة شهر تروحوا هي في يوم، ولو كان على مسافة يوم تروحوا في ساعة، ولو كان على مسافة ساعة تروحوا في دقيقة. الكلام ده حقيقة؟ تقدر تتحقق إذا ما كنتش مصدق. يعني الفرصة دي تقدر ترجعني بلادي؟ إذا قلت قدامها اسم البلد والطريق؟ هي عارفة طريقها. يعني هتترد غربتي وارجع لأهلي ولمتي ومملكتي ورعايتي؟ أنا واقف ليه؟ أنا مستني إيه؟ عمي أشوف وشك بخير يا عمي. اوعى تنسى العهد يا ابني. ربنا معايا يا عمي. اوعى تسيب اللي جام من إيدك، لا يصيبك اللي يصيبك، اوعى تفرط فيه. اطمن يا عمي، أنا هحافظ عليه. خلاص، مع السلامة. أشوف وشك بخير يا عمي. وانت من اهل الخير يا ابني، كل شيء وله نهايه وكل شيء بحساب، حتى سحر كلاب. عم دنكار يا عطار. وكمان عارفة اسمي. انت مين؟ انا جوهرة. جوهرة بنت مين؟ بنت الملك السمندل. يا جوهرة بنت السمندل، انا قلت اجيلك انت اسهل. طلبك يا بنتي مش عندي. امال الاقيه فين؟ راح عندها تاني. ايه بس اللي عاجبه فيها؟ ما انت عارفاها وعارفه بلاويها، لكن ربنا نصره عليها. ازاي يا عم دنكار؟
سحرها فرس برية ولسه واخد اللي جام من ايديا. اللي جام؟ ايوه اللي جام، اللي فيه كل السحر والطلاسم. ربنا معاك يا بدر باسم. وحيرجع لبلاده وتترد غربته ويرجع لمملكته ورعيته. طب وانا؟ انتي ايه يا بنتي؟ انتي ناسيه اللي عملتيه؟ لا مش ناسيه. انتي يا بنتي كنت قاسيه. طب واعمل ايه يا عمي؟ تراضيه يا بنتي. بس اعترفيه. تعترفي؟ مسيرك هتعترفي. مولاي تلجمت مولاتي. مولاتك الفرس يا زمرده كانت مغروره بقوتها لما جالها القهوه منها. مولاي انت رايح فين؟ انا مسافر لاهلي يا زمرده. بس انا خايفه عليك. خايفه من ايه؟ انت صحيح سحرتها وخلصت من شرها، لكن ما تعرفش ابوها وامها. هم عايشين الاثنين؟ ربنا هو المعين. ابي سلمي لي على عمي يا زمرده. مولاي عايزه تقولي حاجه يا زمرده؟ زمرده مولاي مع السلامه. مع السلامه يا زمرده. معقولة كل دي دموع الحيارة والسهرانين؟ يا ترى يا ابني انت فين؟ يا جوهرة يا جوهرة يا جوهرة يا بنت السمندل. معقولة نار بتطلع من المية؟ دي حاجة ما حصلتش في الدنيا. مين اللي جاي السعادة وبينا؟ يا رب النار بتتكلم، الصخور مرة تتكلم والنار مرة تتكلم. يا رب يا ستار. سبحان الواحد القهار عالم الأسرار. تعالي يا كل نار، تعالي يا كل نار. ليه بس عايزة تحرقيني ليه؟ أنا كل جرام جاي أدور على اللي راح. ابكي يا كل نار، ابكي يا كل نار، ابكي يا كل نار. لولا دموعك وآلامك سبقت كلامك، لحرقت لحمك قبل عطائك. فهمينا ايه الموضوع؟ الموضوع ان نور عيني سبب قالوا لي هتلاقيه هنا، جيت اسال عليه. اللي هو مين؟ ابني اللي غاب. واللي دلك على المكان ده مين؟ الملك الان. يا مسبب الأسباب، لا تخبت ابنك عنك وحبت تتخلص منك. ولولا دموعك وآلامك سبيت كلامك، لحرقت لحمك قبل عظامك. لا خبت عني ابني. ايوه بدري باسم عندها وهو اللي تغلب على سحرها، لكن ربنا معاه. طب اعمل ايه دلوقتي؟ عليكي وعلى العطار. تاني
تاني العطار. العطار هو اللي حيساعدك، هو اللي حيدلك على ابنك. عن اذنك. دي النار اختفت في المية. الصبر يا رب، يا رب الصبر. حاسب يا ست؟ سيبني سيبني يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني. الله، كنت هتروحي في رجليها دي. هي هي مين؟ الحاجب هو الحاجب، والعين هي العين. اللي هي مين؟ هبل الليمين. فين ايامك؟ فين انت بتقولي ايه؟ الله، حاجة مش مفهومة. أصلها تشبه المرحومة. مرحومة؟ والمرحومة دي تبقى لك إيه؟ الفرسة بتعتبني. أنت بتضحك عليا، مفيش في قلبك حنية. يا عيني عليا، ابني ابني. إيه؟ ابنك ماله؟ جراله اللي جراله. جراله إيه؟ يا كبدي عليه، ماتت الفرسة بتاعته من يوم ما جالها اللي جالها، ومشينا في مشهدها وهو قاعد قصادها يبكي على تربتها. صايم يا كبدي عن الزاد والمية لما انسال عن الدنيا. طيب وانت عايز ايه مني دلوقتي؟ ابني ابني. طب انا اقدر اعمله ايه؟ انت اللي تقدر تشفيه من اللي فيه. يا ريت كان بايدي. ده في ايدك، محدش يداويه غيرك. وايه دواه؟ الفرسة اللي انت راكبها. إما كنتش تقدر تتنازل عنها، أنا أدفع لك تمنها. يا ستي الفرسة دي أنا ما أقدرش أبيعها. اوعي بقى من سكتها. استنى هنا. ما تعطلنيش. أنت من هنا ما تمشيش. يا ستي يا ستي الفرسة دي أنا ما أقدرش أفرط فيها. أشتريها، أدفع لك تمنها. وأنت تقدري على تمنها؟ مدام دخلنا في التمن تبقى هانت. عايز فيها كام؟ شيء ما تقدريش عليه. قول بس عايز قد ايه؟ مدام ما تقدريش، عايزه تعرفي تمنها ليه؟ يمكن ربنا يقدرني عليه. طيب الفرسه دي تمنها 1000 دينار. قلت قد ايه؟ مش قلتلك ما تقدريش عليه؟ اتفضل. ايه؟ الكيس ده فيه 1000 دينار. انت معاكي 1000 دينار؟ وانت بتسال ليه؟ مدام خدت اللي قلت عليه. لكن انا ما اقدرش ابيعها. هو انت لسه هتبيعها؟ انت خلاص بعتها. ازاي؟ مش اديتك اللي قلت عليه؟ لكن انا ما كنتش بتكلم جد. يعني كنت بتضحك عليا. كلمة قلتها وانا نفذتها. ممكن توقع من قدامي خليني افوت؟ انت مش هتفوت ان شاء الله، حتى موت. بقولك اوعي، سيبيها ما تتشعلقيش فيها. ازاي تاخدها مني بعد ما اشتريتها؟ ازاي تاخدها مني؟ دي الفرسة بتاعت ابني. اوعي، بقولك اوعي. سيبني سيبني يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني. انت عايز ترجع في كلامك ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اديتك الثمن اللي قلت عليه، تبقى عايز ترجع في كلامك ليه؟ لكن انت طلعت لنا ازاي؟ انا ما شفتكش وانت جاي. مش لازم تشوفني، اديها الفرصة بتاعتها. لكن الفرصة دي بتاعتي مش بتاعتها. لكن انت بعتها لها واديته تمنها. لكن انا ما كنتش بتكلم جد. اوعى تقول الكلام ده لحد. احنا هنا كلمتنا واحده. خلاص اديها الفرصه وخد فلوسك. وان ما اديتهاش تبقى روحت بلاش. شريعه بلدنا اللي يبيع حاجه ويرجع في بيعته نقطع له رقبته. انت بتقول ايه؟ بقول لك انزل. استنى عليا. انزل. بلاش تشدني. انت خلاص زهقتني. الله، انا سبت اللجام. اللجام، خد الفرس يا وليا. اللجام، طب خدوها وسيبوا لي اللجام. ما عادش ينفعك الكلام. طب خد الفرس وسيب اللجام. انت اللي سبته من ايديك، تستاهل اللي يجرى عليك. يا عم سيبنا جيب اللجام. الله، انتوا هتنصبوا عليا ولا ايه؟ انت عارف انا مين؟ بص لي كويس. ها الله، دي شكلها اتغير. حاجة تحير. أنا الملكة فتح الباب. يا سلام، فتح الباب. تعرف الملكة لاب؟ لاب؟
وانت تعرفيها منين؟ يا أبلسة يا شياطين، انت سحرتها، بس انا هخلصها من سحرها وحرجعها لأصلها. يا كافي يا وهاب، يا كافي يا وهاب، من باب لباب رجع الملكة راب، واخرجها من صورة الحيوان إلى صورة الجان، صورة الجان، جان، جان، جان. الله، دي رجعت تاني. هي تبقى امك؟ بنتي. بنتك؟ ايوه بنتي. فهمت يا بدر جاسم؟ وكمان عارفه اسمي؟ وحنعمل ايه فيه؟ انا اللي حوريه. انا اللي سبت اللي جاني. ده انت تستاهل الاعدام. انت فاهم اني صدقتك لما قلت العطار عمك؟ لسه هتشوف السحر، بس اما نوصل القصر طول بالك انت والعطار بتاعك. سامحني، انت لسه ياما هتشوف مني. يا خدام هذا المكان، انقلونا من هذا المكان، وبقوة النار والسحر نلقى نفسنا في القصر. ووجد الفتى نفسه في قصرها تحت سلطان سحرها ووطأة شرها، وابتدرته الملكة لاب بالعتاب، ثم انصبت عليه صوت عذاب حتى فقد الحس والصوت وأشرف على الموت. وعندئذ مولاي